هذا وقد أقام سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مأدبة غداء على شرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. هذا وكان رئيس الجمهورية قد حل أمس بالدوحة، حيث حظي باستقبال رسمي بمطار الدوحة الدولي خصه به سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. ليصافح السيد الرئيس مستقبليه بأرضية المطار. مراسم الاستقبال استهلت باستعراض تشكيلة من الحرس الأميري التي أدت لهما التحية الشرفية. ليرافق بعدها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى مقر إقامتها. وتندرج الزيارة في إطار تعزيز العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين ودفع أطر التعاون الثنائي قدما، بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها بين قيادتي البلدين وشعبيهما. كما سيشارك السيد الرئيس في القمة السادسة لرؤساء الدول وحكومة منتدى الدول المصدرة للغاز التي تنعقد في الدوحة.